Aha! Mr. Grumpy, give us our chocolate box back! No, this is for my lovely Miss T. Stupid kids! Aha! ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم حلقه جديده من قناه ميجا جيمنج. النهارده تحديث الفالنتاين ما بين الجار الشرير والمدرسه الشريره زي ما انتم شفتوا في بدايه الفيديو. طبعا لو اول مره تشرفونا على القناه وحابب انك تنضم في القناه، كل اللي عليك انك هتعمل لايك في القناه واشتراك وتفعل الجرس وتكتب لي في التعليقات صديق جديد في قناه ميجا، وانا ارحب بيك وهرد عليك. طب يلا بينا نبتدي اللعبه. ايه البالونه دي؟ ده اجبار لازم استخدمها. ايه ده هو دايخ ولا سكران ولا بيرقص ولا هو شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ ده هيبقى فالنتاين مهبب عليك وعلى دماغك انت والمدرسه الشريره. خش كده، هات بس النجمه دي كده، وفي ازازتين هنختار اني واحده، السودا ولا الحمراء؟ النبيتي دي ما نستخدمش السودا. انت جاي لي ولا مش جاي لي ولا ايه؟ ده انا اولع فيكم انتوا الاثنين. ده انتوا عايزين الحرب. يلا يا ميك وريهم بقى المقالب الصح. روح بس الكشك الصغير بتاعهم ده، شوف في اي حاجه كده استخدمها في المقلب. ايه ده؟ الله الله الله، انا رميتها من غير ما اقصد. تعالي تعالي، انا مش قصدي ارميك والله. نجمه كمان، مفيش اي حاجه نستخدمها من هنا. انا جالي احباط كده، ازاي يعني الكوش كده ما فيهوش اي عده؟ تعالي نجمه تاني، والله لو بترحبوا بيا مش هتعملوا كده. ده انت جرب معفن. خش يا فين. بلالين، وايه ده؟ علبه شوكولاته جايبها لها ولا علبه ميك اب دي؟ الله الله الله، ده جايب كمان ويسكي وازايز وجاب لها بلالين. نهار ابيض، ده شافني. اجري يا ميجا بسرعه، اجري يا ميجا. انا اسف يا عم، حقك عليا، والله ما خدت بالي ان انت شفتني. اجري يا ميجا، اجري يا ميجا. ايه رحت فين؟ اخش لك ولا هتمسكني ولا اعمل معاك ايه؟ نطلع اقلب كده فوق اشوف اي حاجه استخدمها. تكبرت بقى على الالعاب اللي انت عاملها دي. مفيش اي حاجه. دي ايه الكاسفه دي؟ طب ايه؟ مش عايز اخش بايدي فاضيه. الله الله الله، دي الاوض كلها فاضيه. ده انت شكلك كنت عامل حسابك ان انا طالع لك، بس انا مش هحلك، هبوظ لك الليله السعيده بتاعتك اللي انت كنت راسمها. عزمها على العشاء، عايز تقول لها بحبك يا مدرسه؟ ولا تلاقيك بتدلعها تقول لها ميسيس تي؟ دلع المدرسه باسمها. خش. طب ايه؟ يخرب بيتك، اجري بسرعه. مين يا عم انت؟ جيت منين يا عم انت بقى؟ واخرب بيتك، شفتني فين ولا شفتني ازاي؟ الله يخرب بيتك. وبعدين يا ميجا خلي بالك، انا مش حملي ان هو يمسكني، ما تشمتش فينا القعده. انا لسه مش عارف حتى اجمع الحاجات اللي عامل بيها المقلب. ايه ده في نجمه اهي، هاتها كده. هو انا هسيب لك حاجه؟ هات السكينه دي كمان، ده انا هتبحك بيها، هطير رقبتك. ايه يا رب بسرعه، تخرب بيتك ما بتفتحش. الحمد لله ما شافنيش. بس السكينه دي هعمل بيها ايه؟ هتبح ولا اطلع لي؟ اطلع لي هقتلك. يا انا انت طالع لي منين؟ من ورا؟ امين تعال. تعرف تنط؟ نط ورايا. تعالى لي. ده انا لو جيت قدامي كده هقتلك بالسكين. طر رقبتك. يلا يا ميجا، يلا يا ميجا. طب انا ولا عارف اطلع فوق اخش ايه ولا عارف انزل تحت اعمل حاجه. الله يخرب بيتك، مش كنتوا قعدتوا هنا انت والمدرسه؟ قاعدين جوه ليه؟ مكان هنا بره حلو، هوا كده وطراوه. المفروض ان احنا نستخدم السكينه دي في حاجه.
استخدمها في ايه؟ في الجار الشرير؟ استخدمها فيه هو ولا استخدمها في ايه؟ تقريبا في حاجة استخدمها هنا. اهي دي الوحيدة المختلفة، يبقى 100% هي. ايه ده؟ اهي دي زرعة. صبارة دي ولا ايه؟ بس دي الوحيدة المختلفة في وسط الزرع، يبقى كده هستخدمها في حاجة. ايه مفيش اي حاجة تحت؟ مع اني زمان الاوضة دي لما كنت بنزلها في باب يطلع البيت فوق. تعرفوش ايه اللي حصل؟ بيأمن نفسه برضه صايع. طب انا هخش لك ازاي ولا اجي لك منين؟ اخرب بيتك. الله اخرب بيتك يا عم، في ايه يا عم؟ وانا كل ما اقرب من ناحيه البيت تطلع لي؟ ده انا مش عارف اعمل فيك المقلب، مش عارف اجمع حاجتي. ده انا ما بشوفكش، انت بتشوفني ازاي؟ ما تعصبنيش عليك، عشان ده انا كل ما تعصبني هعمل مقلب يطلع من دماغك. بس هعمل ايه بقى؟ هعمل قلب الطيب، بديك مقالب حلوه كده وخفيفه. اديكش مقالب قويه كده وجامده وحاجه ايه؟ بعيد. ها هو داخل البيت كويس قوي. ايه ده، وقفت ليه يا عم؟ في حد بيتكلم في التليفون كده قدام البيت. خش جوه اتكلم. تلاقيه بيكلم بقى المدرسه، بيعزمها على الاكل. لا مفيش منه، انت طالع لي وانا افضل واقف مستني بره. بقول لك ايه، طب تعالى ورايا حصني، انا عايز انجز واعمل المقلب. اجري بسرعه ميجا عشان ما يمسككش بالجرنان اللي بيشيله في كل مره ده، ما اعرفش بيجيبه منين. إيه؟ انا مش حامد اقعد بالساعه بره. اطلع لي فوق، اطلع لي ياض فوق. اطلع لي عشان انزل لك. لو راجل اطلع. ايه ده، تطالع؟ لو راجل اطلع. طب اقول لك، لو راجل انزل. انزل يخرب بيتك، اخرب بيتك، اتزنقت ولا اجري بسرعه نهار اسود. ده انا هقطع نفسك. لا الطاقه بتاعتك تكون بتخلص بسرعه زي ما بتخلص من عندي. خش من هنا، انا مقلق والله. انا عايز الاوضه اللي كنت بفتحها تدخلنا على المقلب على طول. ده الباب؟ لا مش هو ده، هو الباب الجاي ده. بس داخلين طبعا الاوضه اللي هيتعمل فيها المقلب. قلت يا باشا، حطيت له زرعه جوه، رش كده يا باشا العلبه، هوب بقى لونها مبيتي. ايه ده، ده المقلب المفروض ان هو كده خلص. طب اجري بقى بسرعه يا ميجا عشان ما يشفكش، عشان هو بيشمك. الله 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 الله، ايه ده؟ كولي شوكولاته، كولي. انت بتعمل ايه؟ ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ ده عضيته يا مفترية، ده عضيته، يخرب بيتك. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل أصحابكم.